فهذا لا بأس به، يطيله الإنسان، يطيل الإنسان السبال. وعمر كان له سبال يفتله رضي الله عنه، فالسبال وهو أطراف الشارب هذه لا بأس بها، ولا يعتبر الذي يبقي السبال أنه لا يحف شاربه وإنما أو لا يقص شاربه، وإنما المقصود بقص الشارب ما نزل على الشفة، ما نزل على الشفة. فإذا قص الإنسان هذا أزال الذي على الشفة وترك هذا ولو التصق باللحية فلا بأس بذلك، وهذا ما يسمى بالسبال عند أهل العلم. فقص الشارب إذن سنة من سنن الفطرة،